استشهدت فتاة فلسطينية اليوم إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليها على مدخل باب الخان في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. شهود عيان ومصادر محلية أفادوا بأن الفتاة أصيبت بعدة رصاصات أطلقتها بنادق جنود الاحتلال الذين منعوا المواطنين القاطنين في المنطقة من الوصول إليها، ما أدى إلى استشهادها في المكان متأثرة بإصابتها. كما أكد المواطنون أن الفتاة لم تشكل أي خطر على قوات الاحتلال التي أطلقت النار بشكل مباشر عليها بنية مسبقة لإعدامها.